فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، ونظائره كثيرة. وكذلك في هذا الحديث هذا مثال آخر لأن اجتهاد التنوع، الاختلاف في التنوع، أنه لا يضر. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم، يعني القاضي، فأصاب في اجتهاده، أصاب الحكم الشرعي، فله أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، أجر الاجتهاد، ويعفو الله عن الخطأ، لأنه لم يقصد الخطأ وإنما قصده الحق. فهذا أيضا يدل على أن إذا اجتهد الحاكمان واختلف اختلاف تنوع أنه لا لوم على واحد منهما. نعم. قال: وإذا جعلت هذا قسما آخر، أي ما يحمد فيه الطائفتان، صار الاختلاف ثلاثة أقسام. أي نعم، اختلاف يذم أصحابه وهو اختلاف التضاد، واختلاف يحمد أصحابه جميعا وهو اختلاف التنوع، واختلاف يصوب فيه أحد الطرفين دون الآخر لكن يعذر الآخر، وهو الاختلاف المذكور في هذا الحديث: إذا اجتهد الحاكم.